غسيلكم للجاج قبل ما تطبخوه بسبب تسمم غذائي بسبب بكتيريا السالمونيلا، معلومة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وهي معلومة خاطئة مجملاً وتفصيلاً. الفكرة على إنه الجاج إن كان مغسول ولا مش مغسول طول ما هو ني ومش مطبوخ كويس ففي احتمالية لا سمح الله إنه تصيبكم هاي البكتيريا إن كان سالمونيلا ولا بكتيريا ثانية اسمها كامبيلوباكتر ولا كلوستريديم. وما شرط على فكرة من الجاج ممكن تيجي كمان من البيض أو من اللحوم النية. الفكرة وين؟ إنه أنتوا لما بدكم تغسلوا الجاج لازم تبعدوا الغسيل تاعه في حوض الغسيل عن الأكل الثاني بحيث إنه المي ما تطرطش عليه هذا واحد. تنين ضروري جدا إنه أنتوا ما تستخدموا نفس لوحة تقطيع للجاج والأكلات الثانية ومش نفس أدوات التقطيع أو على الأقل إنكم تجلوها وتغسلوها. حتى حمل الجاج بإيديكم إذا حملتوا الجاج الني لأي سبب من الأسباب بدكم تحطوه في تتبيله بعد الغسيل اغسلوه زي ما بدكم لازم تغسلوا ايديكم بالمي والصابون على الاقل لمده 20 ثانيه هاي المعلومه الصحيحه ونراكم دائما بالصحه والسلامه